وزارة الزراعة اللي أعلنت عن إصدار موافقات تصدير لدواجن مجمدة هي سمان وبط وحمام ورومي، بالإضافة لمصنعات الدواجن بشكل عام لكل من السعودية والإمارات وأوغندا وإسبانيا والصين والبرتغال واليونان وإيطاليا وألمانيا وهولندا. دواجن مجمدة مصرية بتصدر لهذه الدول. حاجة عظيمة جدا. خلينا نعرف تفاصيلها من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة. أهلا وسهلا بك يا دكتور، وصباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذ منى، صباح الخير يا استاذ محمد، صباح النور يا فندم، صباح الخير لكل الساده المشاهدين الكرام، كل عام حضراتكم بخير. خبر لطيف ومبهج جدا. لو تكلمنا بقى عن تفاصيل الموافقات اللي تم اصدارها لتصدير السمان والبط والحمام وغيرها من الطيور. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن الدوله المصريه اتخذت العديد من الاجراءات للوصول للاكتفاء الذاتي من صناعه الدواجن، والحمد لله يمكن احنا دلوقتي بالفعل محققين اكتفاء ذاتي في بيض المائده وفي بداره التسمين، ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا للخارج. الحمد لله مصر تحتل مكانه متقدمه في صناعه الدواجن، وبالتالي ومن خلال ما لدينا من قواعد بيانات دقيقه نصدر الفائض عن احتياجاتنا. وبالفعل الحمد لله يمكن معالي وزير الزراعه فور توليه الحصيبه الوزريه ومسؤولية وزارة الزراعة، ومهتم جدا بملف التصدير للخارج لما يزيد عن احتياجاته. بالفعل يمكن بعض الشمات العلفية وإضافات العلف المصنعة في مصر مع الزيادة من الدواجن المجمدة والمصنوعات صناعات الدواجن بيتم تصديرها للعديد من الدول، سواء كانت أوروبية أو دول آسيوية أو بعض الدول العربية. هل يا دكتور طارق احنا كنا بنصدر هذه المنتجات الدواجن قبل كده؟ يمكن احنا اتحرمنا من التصدير اكثر من 15 سنه، لكن تم اعتماد مصر في 2020 من الدول التي تعتمد المنشات الداجنه المعزوله طبقا لضوابط وقرارات المنظمه العالميه للصحه الحيوانيه، واصبحنا قادرين على تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا للخارج. وبالفعل دلوقتي من خلال هذه المنشات المعزوله نحن الحمد لله قادرين على التصدير للخارج، وطبعا توفير العمل. اكيد دكتور، يعني عفوا، الاستهلاك المحلي دايما بنقول ان احنا مش هنقدر نعمل او نلجا للتصدير قبل ما نسد الاستهلاك المحلي. احنا فعلا حققنا الثغره او سدينا الثغره دي وبقى عندنا ما يكفينا وفائض عن الاستهلاك المحلي. طبعا انا قلت لحضرتك استاذ منى ان احنا دلوقتي الحمد لله عندنا قواعد بيانات دقيقه الكترونيه بيعتمد عليها. حضرتك عارفه لما بيكون في قواعد بيانات دي بتساعد كثيرا وتدعم من اتخاذ القرار السليم والمناسب في الوقت المناسب، وبالتالي لا يتم تصدير الا ما هو فائض عن احتياجاتنا. جميل. طب مع فتح خطوط التصدير الجديده للدول اللي احنا ذكرناها، ده هيتطلب دكتور طارق التوسع بقى، هيبقى في توسع كده في مزارع جديده وتربيه الطيور والدواجن. هل في خطه معينه او سياسه لتوسع في المزارع وتربيه الطيور الفتره اللي جايه؟ طبعا يمكن في القرار الجمهوري 139 لسنه 2020 بفتح افاق للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي، وبالتالي بالفعل اصبح العديد من المشروعات الضخمه التابعه للدوله والقطاع الخاص تضخ انتاجها في السوق المحلي في العديد من المواقع للانتاج الداجني في الظهير الصحراوي، مع بعض الاماكن 13 منطقه تابعه للهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه في الظهير الصحراوي، في هنا بيتم فيها صناعه الدواجن لمشروعات ضخمه زي ما قلت لحضرتك. بعد كده يمكن بروتوكولات عقدتها وزاره الزراعه مع الاتحاد العام لمنتج الدواجن ومع البنوك المموله سواء كان البنك الزراعي المصري او البنك الاهلي المصري لتوفير كافه اوجه الدعم اللوجستي والفني والمالي لصغار مربي الدواجن وتحويل عناديرهم من نظام التربيه المفتوح الى المغلق، وبالتالي فتح افاق اكثر لانتاج الدواجن. وزي ما قلت لحضرتك الحمد لله يمكن احنا النهارده وصلنا 98-99% اكتفاء ذاتي من انتاج الدواجن. بيض المائده، بيض المائده نحن محققين في اكتفاء ذاتي، ومش الهدف الاساسي هو الوصول للاكتفاء الذاتي بس، لكن الهدف زي ما قلت لحضرتك ان نتخطى كمان الاكتفاء الذاتي لمرحله التصدير.
أكيد. كل الشكر ليك الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، شكرا جزيلا لحضرتك.